مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن في الفصل الدراسي الثاني مع الوحدة الثامنة دراسة بيانات ذات متغيرين، الدرس تحليل الترابط الخطي. في البداية أحبتي الطلبة، دعونا نؤكد على هدف حصتنا اليوم، وهو وصف الترابط بين مجموعتي بيانات. في البداية أحبتي الطلبة، ما المقصود في الترابط الخطي؟ سؤال: قاست خولة وصديقاتها أطوالهن وكذلك طول باع كل منهن، وسجلنا البيانات في الجدول. لاحظ عز الطالب، تم قياس الطالبة وطول باعها. المطلوب: كيف يمكنهن تحديد نوع العلاقة؟ الترابط إن وجدت بين مجموعتي القياسات. لاحظ إذن عزيز الطالب، في البداية المطلوب منك تحديد نوع العلاقة. إذن أولا سوف نأخذ هذا الجدول ونقوم بتمثيله على المستوى البياني. إذن سوف نمثل نقاط البيانات في مخطط انتشار. سنبدأ بكل هذه النقاط وتمثيلها. تذكر أن هذا الزوج المرتب هو X وY. إذن النقطة الأولى ستكون 66 و64 66 و64 هنا، وهكذا. بعد ذلك نقوم بتمثيل جميع هذه النقاط. إذن بعد ذلك نقوم بتمثيل جميع النقاط. لاحظ على سبيل المثال، النقطة هذه هي 58 مع 62، 58 على محور X مع 62. أنا أعلم عزيزي الطالب أنك تستغرب من هذا المحور. هذا المحور رسم بهذه الطريقة للدلالة على أننا قد اجتزأنا من المحور X، فبدأنا من 56 ولم نبدأ من 1 2 3 4 كما هو المعتاد، وهنا أيضا بنفس الطريقة. إذن لاحظ عزيزي الطالب، لاحظ أن هذه البيانات هنا تربطها علاقة معينة. إذا رسمنا خط الاتجاه، وهذا يسمى خط الاتجاه، والهدف من خط الاتجاه هو أن العديد من النقاط تبعد نفس المسافة عن خط الاتجاه. لاحظ تقريبا أن أغلب النقاط تبعد نفس المسافة، أغلبها وليس جميعها تبعد نفس المسافة. ما الهدف من خط الاتجاه؟ لتوضيح هذا المستقيم، يسمى خط الاتجاه لتوضيح اتجاه العلاقة الموجودة. إذن بعد أن قامت خولة برسم خط الاتجاه الذي يمثل اتجاه النقاط على مخطط الانتشار، نلاحظ أنه يوجد ترابط خطي، والترابط سوف يكون خطي موجب، وأسميناه ترابطا خطيا لأنه أقرب على شكل خط، وموجب لأنه كلما تزايدت قيم X فإن قيم Y تتزايد أيضا. إذن لاحظ أنه كلما تزايدت قيم X فإن قيم Y تتزايد أيضا. إذن هذا يسمى ترابط خطي موجب. إذن هذا يسمى ترابط خطي موجب كان موجودا ما بين أطوال الفتيات وأطوال الباع لهن. دعونا الآن ننتقل إلى سؤال. سؤال: قاست خولة وصديقاتها قياس أقدامهن، ارسم خط الاتجاه لمخطط الانتشار. إذن قامت خولة بقياس أطوال أقدامهن مع أطوالهن، إذن قياس أقدامهن مع أطوالهن، ولاحظ أنه كان موجود رسم مخطط الانتشار. المطلوب منك هو رسم خط الاتجاه لمخطط الانتشار وتحديد العلاقة ونوعها. لاحظ أيضا عزيز الطالب، هنا اجتزأنا من محور X واجتزأنا من محور Y، لذلك رسم المحور بهذه الصورة. لاحظ أنه كلما تزايدت قيم X فإنها تتزايد قيم Y. إذن هذا دلالة على أن هذا ترابط موجب. لكن دعونا الآن نرسم خط الاتجاه. لاحظ سيكون تقريبا هنا خط الاتجاه. لاحظ إذن هذا تقريبا هو خط الاتجاه
بحيث تبعد أغلب النقاط عن نفس البعد؟ إذن عزيزي الطالب، خط الاتجاه هو الخط الذي العديد من النقاط تبعد عنه نفس المسافة، وهذا الترابط ترابط موجب لأنه تتزايد قيم y كلما تزايدت قيم x. إذن استطاعت خولة أن تعرف أن هذا المستقيم يحدد أنه يوجد ترابط خطي موجب ما بين أطوالهن وقياس أقدامهن. إلى هنا أحبة الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم، وتقبل الله طاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.